السلام وإلى حضرة نبي الله نوح ونبي الله إبراهيم ونبي الله موسى ونبي الله عيسى ونبي الله خضر ونبي الله إلياس ونبي الله سليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام. أعاذنا الله من بركاتهم وشفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. جاي قل لله له حضرة أربعة صحابة المجتهدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وطلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وعبي أبيدة عمير بن الجراح والزبير بن العوام وعن بقيات الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله حضرتي سيدتنا فاطمة الزهراء وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وسيدتنا زينب بنت رسول وسيدتنا رقية بنت رسول وسيدتنا أم كلثوم بنت رسول وسيدنا الإمام الحسن وسيدنا الإمام الحسين وسيدنا الإمام محمد الأكبر وسيدنا الإمام محمد الأصغر رضي الله عنهم وعنا برضائهم وعمدنا بأسرارهم ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين. 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 شيء لله لهم الفاتحة.